قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني والحاكم وصححه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني والحاكم وصححه. هذا أيضا حكم من أحكام الصيام، وبخاصة في من يجوز لهم الإفطار، وقد سبق معنا الكلام على الصيام في السفر. والواقع أن الناس بالنسبة لوجوب الصيام وجواز الإفطار على أصناف، منهم من يجب عليهم الصيام ولا يحل لهم طبعا أن يفطروا، وهو الصحيح المقيم، طبعا المسلم المكلف الصحيح المقيم هذا يجب عليه الصيام ولا يجوز له الإفطار بحال. ومنهم من يجوز له الإفطار ويقضي ولا يطعم، وهذا هو المريض الذي يرجى برؤه، والمسافر، والمرضع إذا أفطرت لمصلحة نفسها، والحامل إذا أفطرت لمصلحتها أيضا، فإن هؤلاء يجوز منهم الصيام طبعا، ويجوز لهم الفطر ويقضون ولا إطعام عليه. المسافر والمريض الذي يرجى برؤه، والحامل إذا أفطرت لمصلحة نفسها، والمرضع إذا أفطرت أيضا لمصلحة نفسها. وهناك فئة لا يجب عليهم الصيام وليس عليهم قضاء وعليهم إطعام، وهؤلاء هم من في هذا الحديث الشيخ الكبير، بمعنى أنه لا يطيق الصيام ولا يرجى أن يطيق الصيام، لأنه الشيخ الكبير، والإنسان إذا تقدم في السن حاله وصحته تتناقص، فالكبر لا يرجى أن يعود معه أن يعود قويا، وترجو أن تكون وأنت شيخ كما قد كنت أيام الشباب. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فإذا الشيخ الكبير الذي أفطر لكبره، بمعنى لعجزه بسبب الكبر، فهذا لا يرجى أن يعود بقوة بحيث يقضي، فهذا يفطر ويطعم. ومثله المريض الذي لا يرجى برؤه، إنسان عنده سكر مثلا، أو عنده ضغط، أو عنده سرطان نسأل الله السلامة، وعاجز عن الصيام ولا يرجى أن يشفى. طبعا لا يرجى في 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 غالب ظن الناس، بالأمر بيد الله سبحانه وتعالى، ما في شيء يعني مستحيل، لكن المقصود بالرجاء هنا فيما يتعلق بغالب ظن الناس، بغالب الظن المعتاد من مثل هذا المرض. فمثل هذا إذا لا يطيق، إذا لم يطيق الصيام، أو نصحه الطبيب بعدم الصيام وهو لا يرجى شفاؤه، فإن هذا يفطر ويطعم، لأنه لو كان يرجى أن يشفى فإنه لا يطعم، وإنما ينتظر حتى يشفى ثم يقضي ولا يطعم عليه. هناك أناس لا يجوز منهم الصيام ولا يصح ولا قضاء ولا إطعام، ولا يصح ولو صاموا، وهؤلاء هم الكفار. الكافر لو صام ما صح صيامه، وإذا أسلم لا يقضي،
ولا يطعم، وإن كان يعذبون كفار يعذبون أو مخاطبون بفروع الشريعة كما يقول الفقهاء الأصوليون، الكفار مخاطبون بفروع الشريعة بمعنى أنهم يعاقبون عليها وإن كانت لا تصح منهم، وإن كانت لا تصح منهم. وثمة فئة أخرى أيضا لا تصوم ولا تطعم ولا تقضي ولا، وهم المجانين. المجانين هؤلاء أيضا لا يصومون ولا يقضون ولا يطعمون. ومثله طبعا الشيخ الكبير المخرف، الشيخ الكبير والمرأة إذا خرفت والرجل إذا خرف وصار لا يعرف، فإن هذا حكم حكم مجنون، لا يصوم ولا يقضي ولا يطعم عنه، ولا يطعم عنه. ولهذا كثير بعض الناس يسألون، يصير عندهم جد كبير هرم أو عجوز هرم وعجوز أيضا هرم كذلك أو مفردة، لكن المقصود هو أن الإنسان إذا بلغ به السن حد الخرف، سواء كان خرفا تاما بمعنى أنه لا يعي شيئا، فإن هذا لا يقضي، يعني لا يصوم ولا يقضي ولا يطعم عنه. أو كان يخلط، الإنسان إذا تقدم بالسن أحيانا يصير يخلط، مرة يعقل مرة ما يعقل، يوم يعرف وما ما يعرف، فأيضا هذا في حكم مجنون، حكم مجنون بحيث أنه لا يقضي ولا لا يصوم في رمضان ولا يقضي ولا يطعم عنه. لماذا؟ لأن الأحكام كما تعرفون مرتبطة بالتكليف، وهذا غير مكلف، ما دام أنه فقد العقل فهو غير مكلف، وهذا غير مكلف لا يكلف لا بطعام ولا بصيام ولا بغيره. طبعا يلحق بهؤلاء الصبيان الصغار كذلك، لا يقضون لا يصومون، إن أطاقوا أصاموا وإن لم يصوموا فلا يقضون ولا يطعم ولا يطعم عنه. إذن لعلكم لاحظتم بهذا أننا حصرنا الناس بحسب الصيام، وناس يجب أن يصوموا وحرام عليهم ألا يصوموا، وهم العاقل المقيم الصحيح المقيم، طبعا المكلف يعني العاقل الصحيح هذا يصوم لابد أن يصوم ويحرم عليه أن يفطر، وناس يجوز لهم أن يصوموا ويجوز أن يفطروا ثم يقضوا، وقلنا إن هذا هو المسافر والحامل إذا أفطرت لمصلحة نفسها، وكذلك إذا المرضع إذا أفطرت لمصلحة نفسها. والشيخ الكبير كما قلنا هذا إذا كان صحيحا، إذا كان صحيحا ولا يستطيع فإنه أيضا لا يصوم ولكنه يطعم ولا يقضي ويطعم إذا كان لا يطيق الصيام. والحامل إذا أفطرت لمصلحة جنينها، وكذلك المرضع إذا أفطرت لمصلحة رضيعها، فإنها تقضي وتطعم، تقضي وتطعم. والكفار ذكرنا حكمهم، والمجانين والصبيان ذكرنا حكمهم، وكذلك الشيخ الكبير إذا أفند بمعنى إذا ذهب عقله أو خلط في عقله بحيث لا يميز، أو يفقد عقله ثم يعود عليه بين فينة وفينة، فإن هؤلاء كلهم في حكم غير المكلفين، لا قضاء لا صيام ولا قضاء ولا إطعام. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقانا، ونجعلها الوارثة منا. والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بربه أن يرد إلى أرض العمر، والنبي صلى الله عليه وسلم هل تنتظرون إلا فقرا منسي أو غير مطيع أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رخص للشيخ الكبير، رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. الله عز وجل يقول فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. إذن كما يقول أهل التفسير أن الصيام أول ما شرع مخيرا، يعني شرع على أن يخير المسلمون بين أن يصوموا أو أن يطعموا، فمن شهد منكم الشهر فليصوم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فكان تفسير هذه الآية أن المسلمين كانوا مخيرين
بين أن يصوموا وبين أن يتركوا الصيام ويطعموا، يستبدلوا أو يبدلوا الصيام بالإطعام. قال العلماء ثم نسخت، نسخ قوله تعالى وعلى الذين يطيقون وفدية طعام مسكين، نسخت بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وبقوله وأن تصوموا خير لكم. ثم قالوا إنها نسخت في حق القادر، في حق الصحيح المقيم القادر، هذا لابد أن يصوم. وبقي الحكم في الشيخ الكبير والذي لا يطيق، فهم الذين بقي عليهم أنهم فدية طعام مسكين. وعلى هذا جاء خبر ابن عباس رضي الله عنه موقوفا عليه، رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين ولا قضاء عليه، رخص بالبناء للمجهول. وكأنه هذا على بعض كلام أهل المصطلح أن هذا له حكم مرفوع، حينما يقول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا ورخص بكذا، فهو كأنه في حكم المرفوع، يعني كأنه يقول رخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا على قول، وقل آخر لأن هذا رخص أنه اجتهاد من ابن عباس في تفسير قوله تعالى وعد الذين يطيقون وفدهم طعام مسكين، فكان إن معناها أنه رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم. والقول بأن الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام أنه يطعم، هذا هو قول جمهور أهل العلم، وهو مأثور على السلف كابن عباس وابن عمر وغيرهما، وهو مذهب أحمد الشافعي وكثير من أهل العلم، على أن الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام ما دام أن عقله معه فإنه لا يصوم، ولكنه يطعم عن كل يوم مسكينا، يطعم عن كل يوم مسكينا. ومثله الحامل والمرضع، إذا أفطرتا لمصلحة جنينهما ورضيعهما، إذا أفطر لمصلحة جنينهما ورضيعهما فإنهما يقضيان ويطعمان. طبعا الشيخ الكبير ما يقضي، الشيخ الكبير لا يقضي لأنه لا يرجى أن يكون قادرا، أما لو كان يرجى قدرته فإنه لا يطعم. الشيخ الكبير لو توقف مثلا لو يرجى أن يعود قويا أو فإنه لا يطعم، يقضي ولا يطعم. لكن الكلام إذا لم يرجى عود قوته فإنه يقضي، فإنه يطعم ولا قضاء. لكن الحامل والمرضع إذا أفطرتا لمصلحة جنينهما ورضيعهما فإنهما تقضيان وتطعمان، تقضيان وتطعمان عن كل يوم مسكينا، عن كل يوم مسكينا. أما إذا أفطرت لمصلحتها هي، بمعنى خوفا على نفسها، فإنها تقضي فقط ولا تطعم، تقضي لأن في حكم المريض، في حكم المريض وفي حكم المعذور، في حكم المعذور لنفسه، فإنها تقضي ولا تطعم. وكذلك أيضا إذا أفطرت لمصلحتها ومصلحة جنينها، كلاهما يتأثر بالصيام، الجنين وهي والرضيع وهي، فأيضا هذه تقضي ولا تطعم، تقضي ولا تطعم، لأنه تغليبا لحالها، تغليبا لحالها. المسؤول عن الإطعام في حق الحامل والمرضع من الذي يعني مسؤول عن الإطعام؟ بعض الفقهاء يقول أنها هي المسؤولة، وبعضهم يقول لا، إن المسؤول هو أبو الطفل، لأنها الإفطار بسبب هذا الطفل، والطفل طبعا مسؤولية أبيه، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وعلى المولود له، فالمسؤولية على ولي الصغير. فقال بعض الفقهاء إن أن 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 الإطعام يكون من نفقة الولي، هو الذي يلتزم بإخراج الطعام. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال هلكت يا رسول الله، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. فقال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس. فأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا. فقال أعلى أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا.
فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. رواه السبعة واللفظ لمسلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال هلكت يا رسول الله، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، إلى آخره. هذا أيضا حكم آخر يتعلق أيضا بالصيام، وهو موضوع معاشرة الرجل أهله في أثناء الصيام، صيام رمضان. يعني في لاحظوا عندنا صيام شهر رمضان في رمضان، وعندنا صيام القضاء، وعندنا صيام السنة النافلة. عندنا ثلاث أنواع من الصيام: صيام القضاء، صيام الشهر في نفس الشهر، وصيام القضاء، وصيام النافلة، وكذلك الصيام الواجب غير القضاء كصيام النذر، كصيام نذر أو كفارات أيضا، كما كان عليه صيام كفارة يمين مثلا ويصوم، أو كفارة قتل مثلا صيام شهرين متتابعين، أو كفارة ظهار صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى. فإذا صيام الكفارات وصيام القضاء وصيام شهر رمضان في رمضان وصيام النافلة. الكلام هنا عن صيام، عن الصيام في شهر رمضان. إذا جامع الرجل أهله وهو صائم في شهر رمضان فإن هذا لا يجوز، وهذا حرام، وهذا من كبائر الذنوب. ولهذا جاء العراف فقال هلكت يا رسول الله، والرسول أقره على هذه الكلمة ولم يقل له لا حرج، مما يدل على أن فعلا أن هذا شيء مهلك، أن هذا شيء مهلك، ولهذا قال هلكت. فالرسول صلى الله عليه وسلم أقره على هذه الكلمة، ما يدل على عظم هذا الأمر وأن هذا من كبائر الذنوب. فهذا الأعرابي وسماه معروف اسمه هو سلمة بن صخر البياضي، وقيل سلمان، سلمة بن صخر البياضي وقيل إنه سلمان. قال هلكت يا رسول الله، قال وما أهلكك، بمعنى أنه أقر. فقال وقعت على امرأتي، فلم يقل له لا هذا ليس شيء بمهلك، كان قال صحيح هذا من الأشياء المهلكة، وقعت على امرأتي في رمضان. فقوله في رمضان هذا دليل على أن هذا الحكم يختص بمن وطئ في رمضان، الذي وجوب الكفارة، وجوب الكفارة هذا في من وطئ في رمضان. أما لو وطئ في صيام سنة فإن الصيام يفسد فلا شيء عليه، وهو مخطئ على كل حال، لأن أرجع ولا تبطلوا أعمالكم إلا إذا كنت حاجة أو داعي، كما لو كان يعني شباق أو نحو ذلك، أو نوى الإفطار لأمر آخر فأفطر بالجماع فإن يفطر. وكذلك لو كان في صيام قضاء، يعني هو يقضي في شوال ولا في محرم، يقضي أيام عليه من رمضان، كان مسافرا مثلا فأفطر في رمضان ثم في محرم صار يقضي ثم وطئ أهله، أيضا لا يجوز، حرام. لماذا؟ لأن الصيام صيام واجب، هذا ليس صيام نافلة، صيام القضاء صيام واجب، وحرام عليه أن يطأ أهله، لكن ما عليه كفارة، ليس عليه كفارة، لكن لا يجوز ويأثم عليه أن يتوب ويفسد صومه، لكن لا كفارة عليه. الكفارة مختصة بمن وطئ في نهار رمضان. ومثله لو أنه كان يصوم صيام كفارة كما قلنا كفارة قتل أو كفارة ظهار ثم وطئ فإنه يفسد صومه وحرام، لأن الصيام واجب. وأيضا بالنسبة للتتابع يسقط التتابع أيضا، لابد يعود من جديد لأنه انقطع التتابع بمثل هذا، لكنه ليس عليه كفارة فيما يتعلق بالوطء في هذا النوع من الصيام. كذلك لو كان صائم في رمضان لكنه صائم في السفر، صائم في السفر، مسافر مع أهله، مسافر مع أهله، عاشر أهله، مو في رمضان لكن كان صائم، أيضا هذا لا كفارة عليه. لماذا؟ لأنه يجوز له الإفطار، لأنه أصلا يجوز له، أفطر على طعام جاز له الإفطار، فإذا لا كفارة عليه. إنما الكفارة على من وقع على أهله في رمضان وهو مقيم، صحيح مقيم. ويبدو أيضا حتى لو كان مريض، لو كان مريض وطئ أهله في صائم، صائم هو مريض ثم احتاج أن يفطر للمرض، طبعا نفرض أن أهله وكذلك أيضا عليهم عذر، ولا طبعا لا يجوز المرأة كذلك، سيأتي معنا أن حكم الرجل فيها، أن حكم المرأة في هذا حكم الرجل، لكن نفترض أن المرأة لها عذر أيضا، فإنه لو وطئه مريض أيضا
وذكر في نهار رمضان أنه أيضا لا على كفارة عليه إذا كان ممن يجوز له الفطر، إذا كان ممن يجوز له الفطر المسافر والمريض، فهؤلاء ولو وطئ في نهار رمضان فإنه ولو كان صائما فإنه لا كفارة عليه لأنه معذور ويجوز له الفطر. إذن الكفارة على الصحيح المقيم الصائم في رمضان إذا وطئ في أهل أو لا يجوز وحرام ومن كبائر الذنوب وعليه الكفارة. قال له ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. فقال هل تجد ما تعتق رقبة؟ هل تجد ما تعتق رقبة؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم يبين له الحكم، فقال هل تجد ما تعتق رقبة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله أولا قال هل تجد ما تعتق، بمعنى أنه الواجب عليه أولا أن يعتق رقبة. وطبعا المقصود بالرقبة هنا رقبة مؤمنة، وإن كبر العلماء يرى أنها أن المؤمنة جاءت مقيدة في كفارة القاتل، لكن الصحيح أنه يحمل مطلق على المقيد، وأن لا بد في الرقبة أن تكون مؤمنة سواء كان رجلا أو امرأة، يعني عبد أو أمة. قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ إذن نقله إلى الحكم المتدرج الآخر وهو أن يصوم شهرين متتابعين، والشهران المتتابعان بمعنى أنه لا يفصل بينهما، يصوم شهرين 60 يوما أو شهرين هلاليين إذا أمكن أن يعرف الهلال، فيصوم شهرين متتابعين بمعنى أنه لا يفصل بينهما إلا إذا كان له عذر كمرض أو سفر أو الحائض، أيضا الحيض والنفاس فإن هذا لا يقطع التتابع، هذا لا يقطع التتابع. لو إنسان مثلا عليه كفارة قتل مثلا وقالوا له صوم شهرين متتابعين فصام ثم مرض وأفطر فإنه لا ينقطع التتابع، أو سافر في المدة طبعا من غير حيلة فإنه أيضا السفر لا يقطع التتابع، إذا رجع من سفره يكمل، وكذلك إذا شفي فإنه يكمل ولا يحتاج أن يبدأ من جديد. وكذلك لو كانت امرأة عليها صيام شهرين متتابعين مثلا إما لقتل وإما لوطئ في نهاية رمضان فإنها تصوم، فإذا جاء الحيض طبعا تفطر ثم بعد الحيض تكمل ما تبدأ من جديد، فهذه أعذار لا تقطع التتابع، أعذار لا تقطع التتابع. فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ أيضا نقله إلى الحكم الثالث والرتبة الثالثة، فقال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. وهذا يدل طبعا أيضا على أن المفتي يعتمد قول المستفتي، لأنه سأله قال تصدق؟ قال لا. قال لا ما قال، يعني لا شك قد إذا رأى منه تهاون قد يذكره بالله، لكنه إذا قال ما استطيع يقول ما استطيع، ما يقول يا شرطي تعال خذوه ولا شيلوه ولا ما، يعني لأن القضية هي استفتاء والقضية في تتعلق بينه وبين ربه، فالأصل في الناس أنهم مؤتمنون على دينهم ومؤتمنون في أسئلتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لا تطيع قال لا عندك، قال لا تستطيع قال لا، فهذا هو الأصل. وينبغي الحقيقة للناس العلماء والدعاء والمربين والمفتين أنهم يعني الأصل أن يأخذوا الناس على ظواهرهم وأن يعلوهم أيضا كذلك الثقة، إلا إذا رأى شيئا يعني يدل إما على جهل أو ضعف أو عن تهاون فيذكره بالله عز وجل، لكن الأصل هو أن يقول هذا الواجب عليك كذا وكذا وكذا وهذا هو الذي يتعين عليك والأمر بينك وبين الله، هذا هو الذي ينبغي، ولا يشدد عليه بحيث يقول لا هذا باهي واضح عليه أنه شديد، هذا واضح عليه أنه قوي فلا تعطيه إلا حكما واحدا، ما دام المسألة فيها تخيير أو فيها ترتيب فتقول فعليك كذا ثم كذا ثم كذا، وهو هو الذي يستفتي نفسه بمعنى أن الواجب كذا فإن لم تستطع فكذا فإن لم تستطع فكذا. أما أن تقول لا أنت الرجال شديد ما عليك طعام لازم تصوم الشهرين فقالك لا أطيق مثلا، إما يقول أنا مريض أو عندي كذا أو أنا حالتي كذا أو ما أوقعني في هذا إلا هذا، هذا بينه وبين الله عز وجل، إنما على المفتي أن يبين الحكم ويبين أيضا بحكمة وبرفق وبلين أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه هذه الأحكام متدرجة وكلها والعربي يقول لا، فقال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس، يعني العربي جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم، يبدو جلوسه يعني لحكمة، يعني لأن هذا لا شك أنه يفيد في التشريع.
فأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرق فيه تمر. العرق يعني الزنبيل، العرق كالزنبيل، في كمية في تمر. قال تصدق بهذا، بمعنى أنه قال خذ هذا وتصدق به عن الواجب في ذمتك. فكأنه فهم من هذا أن الإنسان إذا لم يستطع أنه يبقى في ذمته، أنه يبقى في ذمته، بدليل حينما قال ما عندي، ما قال خلاص روح. فلما جاءت الطعام فأعطاه النبي إياه فقال تصدق به، بمعنى عن الذي عليك، فدل على أنها باقية في ذمته، ولأنه أدرك من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني يستوعب الناس كلهم عليه الصلاة والسلام. فكان لا شك أن 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 بيانه لحاله أمام النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه يعني مرتاح في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في، وإن كان الرسول مهاب ويهابه أصحابه، حتى إنهم كانوا يقول نفرح إذا جاءنا الرجل من أهل بادية العاقل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم يعني يهابون النبي صلى الله عليه وسلم ويوقرونه ولا يتقدمون عليه ولا يتقدمون بين يديه عليه الصلاة والسلام. لكن هذا الأعرابي عرف من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الليونة وهذا التواضع وهذا الحكمة وهذه الرأفة عليه الصلاة والسلام. فلما قد صدقوا قال أحد أفقر مني، أنا فقير أنا أحتاجه. قال فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، لابتيه عن المدينة، اللابتين لابتي المدينة وهي الحرة الشرقية والحرة الغربية، وهي اللابة هي الحرة والحرة هي الأرض التي تعلوها حجارة السوداء، وهذا معروف، حرة الوبر أظن وحرة واقب، هي حرتان، حرة تسمى حرة وبر وحرة واقب، الغربية والشرقية. فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت أنيابه، يعني عجبا. وهذا أيضا يدل على 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 أولا ما وضعه الله عز وجل فيه من الخصائص المتمثلة في مثل قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وعادة الأعراب أجلاف وغلاظ، ومع هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم فهو مع جميع المؤمنين، حاضرهم وغائبهم وحاضرهم وباديتهم وغريبهم وقريبهم عليه الصلاة والسلام. فبما رحمة الله كنت، فبما رحمة الله لنت لهم، ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم أولا عجبا لهذه الحالة، لا أعتق ولا صام ولا أطعم، ومع هذا سيأخذ هذا الزنبيل روح لأولاده، حتى بدت أنيابه، ثم قال اذهب فأطعم أهلك. أيضا هذا يدل على ما ينبغي أن يكون عليه الدعاء والمربون والآباء وكل من كان في مرفق توجيه، يعني أن يخطئ الناس يخطئون، لكن يبقى العلاقة المؤدبة ويبقى الرأفة ويبقى محاولة فعلا إبقاء الوشائج والصلات. يعني لا شك أن هذا جاء وهو يقول أهلكت، يعني ارتكب كبيرة، ولا شك أن مجاهه يريد التوبة طبعا، لكنه يحس بذنب ويحس بهلاك، فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما المخرج، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم. لكن تدرج في الأحكام والتدرج في المعالجة والتدرج في المواقف، وأيضا في النهاية الرجل أخذ هذا المكتل أو هذا الزنبيل أو هذا العرق من التمر وذهب به ليطعم أهله، مع أن جاء يطلب التوبة ويبدي الهلاك، ثم ذهب وقد ملأ برديه من هذا الطعام من يد النبي صلى الله عليه وسلم. فإضافة إلى أن هذا يمثل صورة من صور سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي قلنا لكم بالأمس أنه ما فيه يعني سيرة حفظت كما حفظت سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه صورة من صور سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ليست فقط كما قلنا في سيرة ابن إسحاق أو ابن هشام أو ابن جرير أو ابن كثير، هذا جيد ما في شك ومصادر معتبرة، لكن أيضا من خلال هذه الأحاديث ومن خلال هذه المعايشة التي عاشها الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم والمعالجات التي قدمها النبي صلى الله عليه وسلم لمشكلات أصحابه،
صورة حية نابضة في هذا العلاقة وهذا الحوار وهذا لا 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 طريقة حل المشكلات وطريقة الإفتاء وطريقة هذا ينبغي. كل هذا هو الذي يجب أن يكون عليه المربون ويكون عليه الموجهون ويكون عليه الدعاة ويكون عليه العلماء والقضاة والمفتون في إدارة أمور الناس وفي توجيه الناس. فتصور فعلا هذا الأعرابي جاء بهذه الصورة وجاء بهذا الذنب وجاء يطلب هذا الكفارة ويطلب التوبة ويطلب المخرج، فكان هذا التدرج العجيب. تستطيع كذا لا تستطيع كذا لا تستطيع لا كذا، فجاء ما 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 ما, ما يفيده. إذا فتصدق بهذا، والله ما عندي أنا أفقر الناس، فإذا خذوا كلوه خلاص، إذا فأطعموا أهلك. ف يعني الحقيقة ينبغي أن يكون الدعاء على هذا النحو. إذا جاك إنسان فعلا يعني قد يكون مذنب أو تائب أو ثم رأيت حاله رثة أو رأيت حاله يحتاج إلى إنقاذ أو يحتاج إلى إسعاف أو يحتاج إلى مساعدة حتى مالية في أهلي، فإنه ولو جاءك مذنب ولو جاءك حتى صاحب معصية كبيرة، لأن أحيانا أصحاب المعاصي أحيانا قد تكون وجوههم كالحة، خاصة بعض ما ينبغي أن 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 تنظر إلى نظرة التشفي أو نظرة الاستكبار أو نظرة التعالي أو نظرة الشماتة أو نظرة الاحتقار. تأكد من أن من أهم وسائل العلاج أن يشعر أنك تحتضنه ويشعر أنك فعلا مشفق عليه ويشعر أنك فعلا أنه جزء منك وأنك جزء منه. إذا أحس بهذا سيكون هذا يعني خطوة كبيرة ومتقدمة جدا في العلاج وفي إنقاذه مما هو فيه وانتشاله مما هو فيه من حمأة الذنوب. فلو أنك ساعدته ماليا أو ساعدته بما تستطيع أو ساعدته في أهله سيتغير حاله كثيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى الأعرابي هذا المكتب وقال خذه إذا فأطعم أهلك. والذي يبدو كما ذكر الفقهاء أنه الأمر يبقى في ذمته حتى ولو ذهب وأطعمه أهله. وبعض الفقهاء يقول لا، ماذا ما استطاع سقطت بالكلية، لكن الذي يبدو أنه تبقى في ذمته إذا استطاع. فإذا استطاع فيما بعد فإنه يطعم، بمعنى إذا لم يستطع الصيام والعتق فإنه أيضا يبقى أن يطعم في ذمته فيطعم. نعم. وعن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصبح جنوبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. وزاد مسلم في حديث أم سلمة ولا يقضي. هذا أيضا مسألة تتعلق كذلك بالوطء في ليل رمضان وليس في نهاره، في ليل رمضان وليس في نهاره، أو حتى في ليل غير رمضان لمن يريد أن يصوم سواء كان صوم سنة أو صوم واجب. قالت هذا خبر عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. بمعنى أن الإنسان قد يعاشر أهله ليلا ثم يدركه الصبح وهو لم يغتسل، فإن هذا صيامه صحيح. الوطء كان في الليل ولكن غسل الجنابة لم يكن إلا بعد طلوع الصبح، فإن صوم الجنب ينعقد، ومثل الحائض لو أنها طهرت ولم تغتسل إلا صباحا، طهرت ورأت الطهرة من الليل وأخرت الاغتسال إلى الصبح مثلا، فإنها أيضا صيامها صحيح. وإن كان قد يقال إنها لابد أن تصلي العشاء لأن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر، لو أنها طهرت نصف الليل أو أثناء الليل فإنها وقت العشاء باق في حقها لأن العشاء ممتد إلى طلوع الفجر، فعليها أن تصلي العشاء لأنها أدركت الوقت وهي طاهر. لكن المقصود لو أنها لم تغتسل الصباح ونوت الصيام فإن صيامها صحيح وتغتسل الصباح، ومثله الجنب، من أصبح جنبا وهو قد نوى الصيام فإن صيامه صحيح. هذا ما يدل عليه حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم. يصبح بمعنى يدركه الصبح، هو جنب من الليل لكن يصبح معنى يدركه الصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم. ولا يقضي لأنه طبعا الصيام صحيح والطهر من الجنابة ليس شرطا لصحة الصيام
والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.